حضرت. من مسابقة ملكة جمال العرب معنا خبيرة التجميل لميس مراد. اهلا وسهلا بيكي يا لميس. اهلا بيكي. طبعا انا عارفة النهاردة حضرتك من لجنة التحكيم، من اعضاء لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال العرب. ياريت تحكي لي عن المسابقة وعن مشاركتك في المسابقة واختيار المتسابقات بناء عن ايه، وانت شخصيا اسئلتك واختيارك بناء عن ايه؟ بصي انا سعيدة جدا طبعا ان انا النهاردة كنت لجنة تحكيم، من ضمن اعضاء لجنة التحكيم في مسابقة هي طبعا من اكبر المسابقات ورمز كبير، وطبعا ملكات جمال العرب انت بتتكلمي على لقب كبير ومسؤولية. النهاردة كانت معايير اختيار الملكة في 10 كاتيجوريز كنا بنختار على اساسهم: الذكاء، الثقافة، المظهر العام، الاتيكات، حاجات كتير جدا فعلا متنوعة بتشمل فعلا كل النواحي. وكان في موضوعية شديدة في التقييم. أسئلتي كانت بتدور حول الثقافة العامة أكتر حاجة، واختيار المثل الأعلى. كنت بحب أعرف المتسابقة هي شايفة مستقبلها إزاي، لو كانت كمان لو حصلت على اللقب إيه ممكن تعمله أو تحققه من خلال اللقب ده، المسؤولية اللي هتبقى على كتافها هتعمل إيه. فدي كانت يعني مضمون الأسئلة بتاعتي. سؤالك تحديدا النهارده كان لاي متسابقه؟ كان احد الاسئله مثلك الاعلى، ليه هو مثلك الاعلى؟ تحبي تعملي ايه في المستقبل وهتعمليه ازاي؟ ولو حصلتي على اللقب ايه هي خططك اللي ممكن تكوني بترسميها لنفسك لبلدك تستفيد منها بلدك، وطبعا انت كمان كشخصيه تقدري انت تحققي طموحاتك. واحد الاسئله الثانيه اكبر حلم ليكي، فكان طبعا ردود المتسابقات متفاوتة بس كانت ظريفة. انت كلميس بتميلي لمين من احدى الاعضاء؟ بصي تقصدي متسابقات؟ بصي هم كلهم ما شاء الله عليهم في كم من الثقافة ومشرفين وواجهة مشرفة فعلا، وفعلا شغالين على نفسهم جدا. يعني في انا ملاحظة فعلا ما شاء الله السنة دي مستوى ان البنات بتشتغل على نفسها، وده الاهم مش فكرة الشكل المضمون. ممكن يكون في بعض المشاكل او بعض الثغرات او بعض نقاط الضعف، ما فيش حد ما عندوش مشكلة في حاجة، بس المهم ان انت بتبدأي تشتغلي نفسك، بتبدأي تعالجي الحاجة دي، ده الاهم وده الصح. فالنهاردة انا لاحظت الحاجة دي فعلا، وكان التقييم بمنتهى الشفافية، وحقيقة انا بتمنى لهم يا رب كلهم يفوزوا ان شاء الله. هم كلهم فايزين فعلا. لميس انت تعاملتي مع مين من الفنانين كميك اب؟ والله كتير جدا الحمد لله، بيثقوا فيا الحمد لله. ف يعني طبعا انا مش هتكلم علشان انت عارفه مش بحب ان انا اتكلم كتير عن نفسي او الحاجات اللي انا بعملها، بس الحمد لله انا في المجال واغلب الفنانين في بينا علاقات طيبه جدا جدا. يعني طبعا في الشغل وبعيد عن الشغل على المستوى الانساني صداقتهم تشرفني طبعا. وما تعملتيش مع اي فنانين رجال؟ لا يعني بصي فنانين رجال بقى زي مثلا النهارده مثلا في حفل بيضم مجموعه كبيره من الفنانين اكيد بيكون في علاقات صداقه طيبه. ميرسي جدا ونورتيني. ميرسي ليكي قوي. حضرت اقوى موقع فني في مصر.